مشاهدي قناة الجنوبية، أهلا وسهلا بكم. اليوم حلقة جديدة من حماة الوطن، وكما وعدناكم في الحلقة اللي فاتت، الحلقة هذه باش تتواصل مع الحماية المدنية، لأن الحماية المدنية بعد ما لنا جاهزية متاع الأعوان ورينا برشا عمليات واقعية وخرجنا معهم في دي ديبار. فسرنا لكم ديبار هو المصطلح متاع الأكسيون متاع خروج الحماية المدنية كي يصير حادث أو يصير إعلان عن حادث. اليوم باش نشوفوا التكوين، نشوفوا العمليات البيضاء، وهذا الكل مع سي منير الريابي اللي هو مدير الجهوي الحماية المدنية بتونس. أهلا بك مرة أخرى. أهلا بكم وأهلا بمستمعي قناة الجنوبية. أكيد شفنا في الحلقة اللي فاتت بالحق مجهودات كبيرة من أعوان الحماية، رينا برشا مهام مختلفة ورينا الجاهزية. وراء الجاهزية هذه أكيد فما خدمة كبيرة حابين نركزوا عليها المرة هذه، من تدريبات، من عمليات بيضاء وحاجات أخرى يمكن نجم تعطينا أكثر لمحة عليها. هو صحيح، هو معناها احنا مرحلة التدخل هي جي نتيجة برشا أعمال سابقة. الأعمال هذه تتمثل في التدريب، في التفقد، في جاهزية الوسائل، في جاهزية الأعوان، في مدى قدرتهم في النجاعة على التدخل، في مدى معناها سرعتهم في التدخل، وهذا ما يجيش بالصدفة. هناك عمل استباقي كذلك في الشأن هذا، وهو التدريب اليومي، التفقد اليومي، العملية البيضاء، لأنه احنا سمحني ممكن نمثل العون الحماية المدنية بعون كرة القدم، لابد من التمارين باش يكون هو ضمن التشكيل الأساسي. احنا عون الحماية المدنية لابد أن تكون عنده جاهزية في واب، في الإسعاف، في الإنقاذ، في الإطفاء، لازم يكون عنده دراية، لازم يكون عنده معرفة بالأشياء التي معناها هي تهمه في التدخل متاعه بحرفيته، لأنه الحرفية احنا هناك تدخلات معناها كل يوم ونوعية من التدخل. هناك حالة الإغماء، هناك حوادث المرور، هناك حوادث الغاز، هناك معناها اللي سمحني الاحتراق، هناك حوادث قطارات، دونك هنا الإصابات مختلفة. لابد أن العون الحماية المدنية يكون عنده جاهزية. نفس الشيء في الإطفاء، نفس الشيء في الإنقاذ، لأنه يعني الإطفاء كذلك تقريبا لاحظتم من خلال مواكبتكم للتدخلات متاعنا أنه احنا هناك العديد من التدخلات مختلفة، تدخلات في المنازل، في المؤسسات، في حوادث الطرقات، في هذا كل يخلينا أنه لابد من عون الحماية المدنية يكون عنده حد أدنى من التدريب، حد أدنى من المعرفة، حد أدنى من النجاعة باش يكون هو ضمن الفرق هذه التدخل معناها في تدخلاتنا اليومية اللي تقريبا لاحظتوا احنا تو تقريبا بمعدل يومي هناك ما بين 35 و 40 تدخل، وهذا يعتبر عدد مرتفع معناها بمقارنة حتى بالأرقام العالمية. تعتبر تونس خاصة تونس العاصمة معناها ذات كثافة تدخلات معناها هامة، وكما حكيت ما بين 35. هذا يتطلب من الجاهزية، يتطلب من الحضور الذهني، يتطلب من المعرفة والقدرة على تقديم النجدة والأسعاف في أحسن الظروف. هذا يدخل معناها في العمل الاستباقي والعمل اليومي باش نكونوا نحن ذات جاهزية معناها حسنة، وكذلك جاهزية احنا الحقيقة راه قاعدين من سنة إلى أخرى بالتعاون مع إدارات التكوين متاعنا، مع الديوانات الحماية المدنية، مع السيد المدير العام، مع معناها الناس كل قاعدين نشغلوا شغل الشاغل هو تحسين مردودية الأعوان متاعنا وتحسين الأداء متاعنا على مستوى العملية النجدة والإنقاذ. أكيد اليوم باش يشوفوا معنا السادة المشاهدين من خيرة المدربين، رينا في شارع ليون الفرقة الموجودة غادي تم يعني برمجت يعني عملية تدريب مختلفة باش ممكن نقربوا سادة المشاهدين. على فكرة راهو هذا قاعد يصير ديما وبصفة متداولة للحفاظ على الجاهزية، ولكن احنا يعني المشكور سيد المدير اللي برمجتنا حاجة باش السادة المشاهدين يشوفوا ويقربوا أكثر ويشوفوا العملية هذه، ولما لا الناس اللي تحب تنتسب إلى السلك هذا يزيد يتشجع أكثر ويزيد يعرف أنه فما أكل لحمة وكل جو متاع التدريب وتقوية الكفاءات. لأن أنا بيدي تعلمت برشا حاجات بالحق، نتصور حتى الناس في الدار سرتوا المعاملة مع المريض أو مع البيبي خاصة، شفت برشا حاجات أنا السادة المشاهدين بعد شوية شوفوها. أعطينا لمحة علي صار وبعد مشينا للبحر تقريبا البرنامج هذا بتاع التدريب كمدير المدير الجهوي للحماية المدنية أكيد على اطلاع بكل تفاصيل. نحب نذكر معلومة راهو بالحق نشكرك، فما متابعة يعني كل دقيقة كل شوية يتفقدنا يشوف يحب ديما الجاهزية موجودة، وخاصة هذا اللي يهمني أنا أنه يريد فما تفاعل من الأعوان وفما تقبل للتدريبات رغم ساعاتكم شاقة يعني بالحق.
هو كي ننطلق احنا من الشعار نتاعنا معناها نجدة وخير وانقاذ، معناها شوف هو الحقيقة راهو العمل اللي نتاعنا هذاك هو عمل يومي، عمل دؤوب كما قلت لك انا في اول معناها المداخله نتاعي. العون نتاعنا مثل العون مثل لاعب كره قدم، لابد انه تكون عنده جاهزيه باش يكون ضمن التشكيله الاساسيه. هذاك عملنا اليومي، لابد من التدريب اليومي، لابد من التفقد اليومي، لانه عندنا تجهيزات احنا في سياره اسعاف او في شاحنه الاطفاء او في شاحنه الانقاذ او في سياره الغوص، او معناها لانه معناها هذانا معدات معناها فيها خصوصيات، لابد من التفقد اليومي باش تعرف معناها التجهيزات هذيك صالحه للاستعمال من عدمه. عون الحمايه المدنيه معناها العمل نتاعه هو 24/48، معناها يخدم 24 ساعه وعنده راحه ب 48 ساعه. ال 24 ساعه مقسمين، من 8 ونص تنطلق معناها العمل نتاعه في تفقد الوسائل نتاعه حتى للساعة العاشرة غربع ياخذ راحة نتاع نصف ساعة، ثم يمر إلى برنامج التدريب اليومي. وهذا يشمل كل الفرق دون استثناء وكل المراكز التابعين لدار الجهوية، معناها من الساعة العاشرة ونصف إلى الساعة معناها منتصف النهار ونصف هناك تدريب يومي، والتدريب يومي يضبط ببرنامج، برنامج معناها يقع عاد معناها من طرف معناها قسم التكوين المسح الفني يتحضر البرنامج الشهري، والبرنامج الشهري فيه برنامج يومي واسبوعي، دونك يقع تطبيق البرنامج هذاك باش العون الحمايه المدنيه تكون عنده الخبره او الحرفيه المتواصله، وكذلك بلغتنا احنا الميزاجور، فهمتني؟ معناها يجي معاون الحمايه المدنيه تكون عنده الحد الادنى من الحرفيه، وتكون هناك معناها يقظه ونجاعه وسرعه في التدخل. هذا على مستوى التدريب اليومي. كذلك فرق الغوص، احنا عندنا من بين الاختصاصات عندنا انه عندنا فرق الغوص، هذا فرق الغوص لابد من التدريب. تعرف فريق الغوص يتميز، يلزم يتميز بلياقه بدنيه معناها حسنه، وهذا يجي عن طريق تدريب، لانه لازم على الاقل اسبوعين يعمل حصتين تدريب تطبيقيه في البحر ولا في احدى المسابح باش يكون عنده جاهزيه في التنفس، في الحركات، في طريقه التعامل مع معناها الضحايا سواء في البحر او في البحيرات الجبليه او في السدود او حتى في المسابح. هذا كله يدخل في نطاق العمل بتاعنا اليومي، اللي هو معناها كما قلت لك يضبط ببرنامج مسبق يصرف عليه رئيس فرقة. أنا كذلك من فترة إلى أخرى أتنقل إلى أحد الفرق لمواكبة العمل نتاعهم باش نعرف أن هناك جاهزية من عدمه، هناك معناها حسن استعداد من عدمه. هذا كل معناها كما قلت لك راهو الحمية المدنية هي عمل دؤوب، عمل مستمر، وعمل معناها الحقيقة احنا زادة نتبع حتى في التطورات العلمية، لأنه العمل متاعنا في الأخطار الكيميائية أو الأخطار الفيزيائية أو أخطار معناها اللي هو لابد من مواكبة الطرق الحديثة في مواجهة مثلا الغاز الهاج ديزيس هذا اللي هو مخنق وقاتل، كذلك الثاني الكلور كيف كيف. دونك هنا ثم متابعة الوضع، كذلك هناك تحسن حتى في الطرق الإسعاف، هناك مواكبة لما هو موجود في العالم. احنا نكسب تو الحمد لله أحدث ما موجود في العالم من سيارة إسعاف على المستوى معناها السيارة والتجهيزات الموجودة فيها، تقريبا هي ما موجود على مستوى فرنسا أو على مستوى ألمانيا أو الدول المشابهة ذلك. يبقى هنا جاهزيتنا احنا يلزمنا زاد نواكبوا الدول هذه في الجاهزيه، في الحرفيه، في العمل بتاعنا الدؤوب، في يلزم يكون عندنا حرفيه في تقديم اللجنه والاسعاف، لانه ثم حركات بسيطه تنجم تنقذ بها روح، ثم حركات نجم تكون بها خطا تتسبب في قتل الروح هذيك او في شلل الروح هذيك، او انك تتضاعف في المخاطر اللي ممكن تحدث في تسرب غاز، معناها ثم احتياطات معناها ناخذوها فيها تسربات الغاز، في تسربات المواد الكيميائيه، في حمايه انفسنا وحمايه معناها الاجوار او العموم اللي هم يتواجدوا من قرب من الخطر هذاك. دونك هذا يتطلب منا تدريب، يتطلب منا تكوين، وهذاك علاش احنا الحقيقه نواكبوا في احدث ما موجود على المستوى العلمي، احدث ما موجود على المستوى التدريبي، احدث ما موجود على مستوى التجهيزات.
وهذا يجي عن طريق المدربين الحقيقة اللي كونناهم وما زلنا نكونوا فيهم والمشكورين زاد يبذلوا في مجهود كبير برشا على مستوى تدريب عوان على مستوى تدريب المؤسسات ومستوى معناها حتى تكوين العموم او المتطوعين اللي هو اصبح من 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 الميزات الحسنة في الحماية المدنية هو التطوع اللي اصبح هو الساعد لدى الحماية المدنية خاصة في المخاطر الكبرى اللي تطلب عدد هام من الاعوان واحد نلقوهم معنا. اكيد نحب نقدم تحية للمتطوعين المتطوعات اللي بالحق يمثلوا تعزيز ودعم لسلك الحماية المدنية. كيف كيف نحب نقول بالحق عشنا معكم التجربة متاع التدريبات سرتو في البحر بالحق مخاطر كبيرة يتعرض لها عون الحماية ويتطلب برشا دراية ويعني لياقة بدنية بالحق. البحر كان تحت الماء نشوفوا فيه يجبد برشا وسميهم دردر نحن، ورغم هذا كانت العملية بنجاح لانقاذ الارواح واكيد وانقاذ الممتلكات. نمشي ولحكينا فيه توا الكل ويظل توا مع بعض نسمع في السيغان تاع ان شاء الله خير ان شاء الله ما فماش حاجه خايبه. هذه الحصه التدريبيه توا هذه هو مش انطلق هذه هذه احنا عدنا في الـ في الـ الانذارات نتاعنا كل معناها تدخل عنده الانذار نتاعه صار اسعاف عنده انذار تاريخ الانذار شاحنة الاطفاء عندها انذار شاحنة الانقاذ فريق الغوص كل له معناها عندما عاون القاعة باش يعطي الاشارة لها اشارة معينة لانطلاق معناها تدخل سواء سير اسعاف او معناها شاحنة الاطفاء كل اسمعناه هذا باش يجمع العوان للقيام بالحصة التدريبية المسائية. أكيد هاكا عرفنا برشا تفاصيل. نمشي نشوفوا الفقرة المطولة هذه اللي فيها تدريبات في شارع ليون والبعد مع الفرقة متاع الغوص ونرجع. احنا موجودين توا في الفرقه اللي متواجده في شارع ليون التابعه للاداره الجهويه للحمايه المدنيه تاع تونس. معنا النقيب مكرم باش يعطينا اكثر تفاصيل. مرحبا بكم كما قلت انت في فرقه شارع ليون اللي تابعه للاداره الجهويه للحمايه المدنيه بتونس باش نوريكم كيفيه التدريب اليومي لعوائل الحمايه المدنيه. اكيد كما نشوفوا فما الجهاز هذا نتاع شنو بالضبط؟ بالنسبه للجهاز هذا جهاز تابع الانقاض هذوما الوسائل اللي نستعملوهم في الفيضانات. عندنا هذه موتو بومب غران جيون وعندنا زوز هذوما موتو بومبات صغار نستعملوهم خاصه في المنازل. عندنا هذه الزورق هذا نستعملوه كيف كيف لجلاء المواطنين اللي عالقين في وسط الماء. والشاحنه هذه زرقاء الشاحنه هذه شاحنه النجده بالطرقات فهذه ماتريال برشا تو بعد نتعرضوا له بالمرحله بالمرحله بالقطع بالقطع عباره فهمتني. هذوما نستعملوهم في الحوادث الطرقات وفي برشا حاجات في الانهيارات وفي برشا حاجات اخرين تو بعد نوضحوهم بالتفصيل. اوكي كما نشوفوا هذيك هما سيارات الاطفاء العاديين نعرفوهم هذوما شاحنات الاطفاء. اي هذه شاحنه اطفاء هذه شاحنه اطفاء هذا السلم الميكانيكي. اي كيف يستعملوه فهمت اللي جاي المواطنين فهمت من البنايات العاليه كيف 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 نستعملوه في الاطفاء في البنايات العاليه. عندنا من غاديك سياره الاسعاف نوريها لكم. هذه سياره الاسعاف فهمتني قوموا كل يوم بالتفقد نتاعها معدات فهمتني التدريب عليها فهمتني كل يوم عندنا العوان تعاود تعاود ترسك العباره باش باش ما ديما يبدا اجور اجور في الماتريال واجور في العمل. هي فرصه لتفقد التجهيزات ومنها تدريب يعني. اي بيان سور هي فرصه لتفقد التجهيزات عندنا شي حاجه ناقصه ومن طون تدريب ومن طون تدريب فهمتني. يعني تو باش نبداو في عمليه التدريب بالتدرج وشكون باش يكون مشرف اليوم؟ معنا تو باش نخليو الكلمه للرايد جميل ترابلسي اللي هذا المشرف على التدريب هنا في شارع ليون باش يوضح لكم اكثر بالتفاصيل فهمتني كيفاش يكونوا عمليه التدريب بالضبط. يعطيك الصحه نتوكلوا ما بنبداو.
لهنا عندنا البومباج. بالنسبه للبومباج عندنا 3 تيب دو ماشين بور بومباج. عندنا الهوندا، عندنا اللامبرديني، عندنا لو بلي رونتابل، عندنا الاكوافاس الصغيره هذيه نستعملوها في الديار الصغار، وعندنا الجرو ماشين هذيه فهمتني اللي هي مضخه عاليه المنسوب. هذه الماشين هذه موتور هاتس وبومب نوع برجر، معناها الرونتابيليتي نتاعها 100% واضح. باهي، بالنسبه للماشين هذيا فهمتني تخرج لك 5000 ايترا في الدقيقه. باهي، بالنسبه لكيفيه التشغيل كيف اي وسيله نتفقدوا لها الزيت والماء وكل شيء فهمتني ولا لا. بعد عندنا لي كوب كورون، عندنا لهنا كوب كورون بور باتري، هذا نجم نسموه كوب كورون جينيرال. وعدنا من غادي فهمت نرجعوا لهنا نشوفوا الكوب كورون. لهنا هذا كوب كورون بور ارموار تابلو، هذا التابلو هذا به كيما اي وسيله فهمتني باش تخدم نحط كونتاكت باش يعطيني ستوب اكستيريور فهمتني ولا لا، نعمل ريميزا زيرو من هنا نعاود نخدم. ذم الموتور نتاعنا تو الموتور قاعد يدور ليبر باش نربطوه بالبوم. عندنا البرا هذيا هي تاع باش نربطو بالبوم نتاعنا، كي نجبدوها لتالي فهمتني ولا لا تتربط بالبومب نتاعنا. باهي، البومب نتاعنا عندنا بارتي نتاع اسبيراسيون اللي هما يركبوا فيها لي زاسبيرو، وعندنا بارتي نتاع روفولمون اللي هي فيها لي تيو. واضحة لهنا. باش نسكتوها نولوا نعملوا هكا سيتو بالمفتاح. واضح، نحو لونغروناج نتاعنا بالطبيعة. هذه بالنسبة للمضخة عالية المنسوب. باه، نتعديو تو للإنقاذ. بالنسبة للإنقاذ عندنا زورق النجدة هذا زاد كيف كيف في الفيضانات نستعملوه فهمتني ولا لا لإجلاء المواطنين المحصورين في وسط الماء. هذه في الفيضانات الكبيرة تبدا في حومة وفي معناها في برشا ماء في حومة. باه، هذه شاحنة النجدة بالطرقات. التدخلات نتاعنا هي النجدة كيف شنية مثلا بار اكزومبل، تبدا واحد محصور في كهرباء ما نجموش نخرجوه بيدينا، نولوا نستعملوا فهمتني الشاحنة هذيا، ولا واحد محصور في اسانسور. باه، عندنا فهمتني برشا ماتريال فهمتني في الشاحنة هذيا نجموا نقسموه فهمتني اون تروا تيب، ثم البنوماتيك وثم الالكتريك وثم الهيدروليك فهمتني. باه، باش نسميكم شويه من الماتريال. باهي، عندنا هذا اللودو سوفتاج. اللودو سوفتاج هذايا نستعملوه بالانقاذ شخص من بئر عميقه
ولا فهمتني ولا لا، ولا من سطح ما نجموش، ما عندناش حتى تاكسي نجموا نهبطوا به واحد، ولا احنا فهمتني ولا نجموا ننقذوا به حتى الحيوانات نلبسوها احنا فهمتني ولا لا، ونهبطوا به رابيل وننقذوا به. باه عندنا ذايا فهمتني مارتو بيكور، مارتو بيكور نكسروا به الحيود ديجا كلنا نعرفوا هذا. لهنا عندنا فهمتني مارتو دوسي، هذا فهمتني نقصوا به سيستم مارتو نقصوا به فهمتني. عندنا لهنا هذا السياشين، سياشين نقصوا به اللوح هذا، ثم اوتر تيب معناها فهمتني يبدا السلسله نتاع الديامون نقصوا به كل شيء، هذا نقصوا به اللوح شجر ولا فهمتني تسكر كياس ولا كل شيء معاها فهمتني. اللبسه نتاعها فهمتني للوقايه، هذا ماتريال دو سيكوريتي نتاع السياشين، وهذيك الميلا ديسك. باه عندنا لهنا هذه فهمتني معدات الفك والقص والتوسيع، معدات الفك هي اكثر ماتريال نستعملوه بريسك، علاش باش نقصوا به كهرباء فهمتني، باش نعملوا ايكارتاسيون تاع باب نتاع اسانسور فهمتني. باه نجربوه، اول حاجه عندنا جروب هيدروليك كما اي جروب فهمتني ولا لا، عندنا ستارتور فهمتني نطلعوا شويه في الاكسيلاتور وكوب كورون ونجبدوا الخيط. باه باش نعملوا اسي صغير باش نجربوا نقصوا الطوله هذه. بعد لخدمنا الموتور عادنا لهنا فهمتني باش نتحكموا في الزيت كما قلنا من الاول اللي هو جروب هيدروليك. هذه نعتبروها طولة بتاع كهرباء، شوفوا اللي هو يقصها فهمتني بطريقة سهلة على الاخر. في نكملوا الخدمة متاعنا فهمتني ولا لا، نسكروا الزيت نسكروا الموتور متاعنا. نفس الشيء بالنسبة للليكارتور، الليكارتور هذا فهمتني ولا لا كيف كيف يتربط مع الموتور، ونجم نوسعوا باب نوسعوا طولة مسكرة فهمتني نوسعوا بها ولا نضيقوا، ولا نجم نجبدوا فولون نصدر الفيكتيم بالليشين نتاعو. وهذا فهمتني كيف كيف سياشين كيما اللي رينا فهمتني ولا لا، ثم الالكتريك هذا فهمتني بالليسونس بالكاربيرون نفس الالكتريك، جست هذا يخدم بالليسونس. واحد من التدريبات اليومية قاعدين نقوموا بها في مجال الأطفاء، نشوفوا اليامر الحاضر اللي هو ينزل أول واحد ويقوم بالمعاينة ويحاول يلم المعلومات أكثر على نوعية الحادث اللي قدامه، على ضوء المعلومات اللي باش يلمها باش يقوم أعطاء الأوامر الفريق الأطفاء اللي يكون متكون معاه اللي هنا باش يعطيهم ليزورور على نوعية الحادث، شنو المطلوب شنو المهمة نتاعهم اللي هما باش يكونوا لبينهم داتاك لبينهم داليمونتاسيون اللي يكونوا حاضرين، مع التوصيات على الحمايه الفرديه والجماعيه اللي ينجم يتعرض لها عون الاطفاء في الحوادث كما الدوار الحراريه كذلك. يقوم باعطاء البريز دو مكان البريز دو لهنا، تقوم الفريق هذاك المسؤول على الوضعيه هذه العمليه، كذلك يعطي نقطه الهجوم نتاعنا. العملية هذه تتطلب مجهود كبير وقوموا فيها زادة كذلك بالعملية نظرا للوقت والمجهود، ديما نخموا لهنا في عملية الإنقاذ تكون هي أولوية لنا نحن بالنسبة لأعوان الأطفاء. المهام نتاعنا زادة عدم امتداد معناتها النار في الجوانب معناتها نتاع منطقة الأطفاء، ونقوموا كذلك بحاول نزربوا معناتها
حاولوا يقوموا بعملية الإطفاء باش نمنعوا أكثر معناتها أرواح بشرية. كذلك يهمنا زادة الممتلكات الخاصة الموجودة على المكان. أمر الحظيرة يكون ينسق ويحاول يشوف معناتها سير العملية ويحاول يتأكد معناتها من سلامة العوان نتاعو سواء في التينيو كذلك في بسط الشبكة وكذلك الخراطيم. لهنا يعطي نوعية القذف اللي باش يكون لهنا باش يحاول ينبه عليه معناتها نوعية القذف، كذلك الديبي نتاع الماء اللي هو باش يكون معناتها داخل في عملية الإطفاء. هنا شبكة متكونة من زوز معناتها زوز خراطيم باش يحاول لهنا يحاول يبل معناتها المنطقة ويمنع انتشار النار. كذلك هناك عندنا الغاديكا نقطة هجوم اللي يحاول يطفي ويخمد النار. عندنا لهنا الشوفير اللي يكون مسؤول معناتها على البومب بتاع الكاميون بتاعنا هو اللي يحاول يعدل البريسيون على حسب نوعية شبكة الإطفاء، كذلك شبكة معناتها على نوعية الخراطيم اللي يكونوا موجودين من هنا باش ما يصيرش تلف للخراطيم نتاعنا. الحاجة هذه باش الأوردر هذا باش يكون على من عند معناتها الشيف جروب الموجود. باهي الأولاد، بالنسبة لنا احنا كما العادة كما جرت العادة بعد تحية العلم من 8:30 نتفاهموا مع الامر فاسيل النازل انه نجي نعمل باساسيون في الماتريال الموجود في سيارة الإسعاف والمتمثل. اولا الساعة نصيحة كونك الا سيارة الإسعاف نتاعنا سيرتو مع الوضع الحالي، هي قبل كانت سايرة مع الوضع الحالي ان نحميو رواحنا باللي بافيت لي غون سيرتو مع الكوفيد 19. اول حاجة اللي نحميو بها رواحنا مع يبدا يدير عندنا الكيت بروتيكسيون كوفيد 19 هذا يبدا موجود. عندنا صندوق الإسعاف اللي يتمثل فيه كونه فما دي بوند غاز، عندنا البونداج، عندنا البيتادين والبيروكس والداكان، هذوما اللي موجودين اي سورتو الكومبريس هذايا نستعملوه كي تبدا عندنا ديزاكسيدون. ثاني حاجه عندنا الصندوق اللي فيه الماتريال نتاع الطبيب من زريرق يتمثل فيه الزريرق كيف لباس لونغ، عندنا لي سورانغ، عندنا انواع الزريرق اللي الطبيبه تنجم تستحقهم باش تدخل بهم، عندنا ستيتوسكوب، عندنا الساك تاع الطبيب هذايا يهبط بيه الطبيب في كل تدخل هذايا ديما موجود ونيسيسير في الامبيلونس به. وعندنا لهنا عندنا مثبت العنق اللي هو متعدد الاحجام انت والمصاب والعمر نتاع المصاب معناه حجم الرقبه نتاعو نستعملوها كي يبدا انسان عنده كسر في العنق مثلا والكل. وعندنا لاباري التخطيط هذايا نتاع القلب واباري امتصاص النخامات إذا يبدا عندنا مصاب عنده فراكتور في راسه عنده ايموراجي اكسترن عنده فهمت هذاك نحطوه له باش نجبدوا الدم المحصور. شنو اخر عندنا الجلوكوز الموجود باش عندنا انسان يستحق، عندنا السيرانفيل، عندنا مثلا الاكسجين سورتو نتفقدوا الاكسجين ودبوس الاكسجين نتاعنا تبدا معبيه ولا فارغه نعلموا مصلحه الصحه نتاعنا اللي كان فما فارغه تعمل لنا تبديل. عندنا الماتلاكوكيز ما تبدا موجوده سبحان الله يكون عندنا مصاب طايح من ثلاثيام سانكيام ايتاج ما نعرفوش لي طام تاعو. عندنا البلوندور كيما نلقاو زاد جبائر الوقتيه نستعملوها عند الكسور وذلك لتفادي تعكر الحاله نتاع المصاب نثبتوا بها الكسور اللي في اليدين وفي الساقين في الساقين الى حين الوصول للمستشفى. واكثر حاجه توا حاليا معمول بها انه نعقموا سياره اسعاف ديما معقمه في اي تدخل سوى كوفيد مش كوفيد اكسيدون مش اكسيدون ما نعرفوش على المصاب شنو هو حامل من المرض سورتو يتعدى في الدم يتعدى ما نعرفش هنا في النفس كذا. باهي حاليا توا عندنا مصاب عنده صدمه الفقرات العنقيه باهي حاليا باش نعملوا له لا سي تي باش نركبوا له الكولي سيرفيكال صحيت ما تمشي مرحبا صحيت هذا اكزومبلير كيفاش واحد عنده فقرات عنقيه مضروب فقرات عنقيه عنده اصابه حاليا باش نركبوا له الكوليس اللي لحظه شوي نحكيها من هنا صحيت فوالا شد الراس بالكدا انت
حيت شد الراس سكت من غادي كبسها ولا انت تكمل تشد من الاخر تسيب شهر واضح تجيب من لاسيتي لاسيتي هذه لاتين سيرفيكو توراسيك اسمها لاتين سيرفيكو توراسيك هذه باش نحافظوا على المحور نتاع الفقرات العنقيه مع الكولونسي قدم شويه في القدام نجيب لنا لاسيتي دونك لاسيتي هذايا اسمها لاتيل سيرفيكو توراسيك هذايا باش تحافظنا على المحور مع العمود الفقري مع الفقرات العنقية هذي باش يتم تثبيته فهمتي اقلب دور هاي صحيت صحيت باش ما توحلش فوالا دورها باش تثبت تثبت باهي ما نحركوهش برشا الولاد واحده واحده نخدموا في عقلنا صحيت باش بتثبتها تري بيان هاي هاذي زي الولاد حطوها شويه انت ما تسيب الشاد في الكولونسي فوالا تو باش نعملوا المانتيان تاع لي سانتور يلا حلهم الكل حلهم الكل يلا حط الوسط قبل لاي يلا الوسط الصفر هاي تكبسها تكبسها هذا يتنقص فيها هكا هاي شوف تكلم ديتا وجيه بشوف لهنا خط تروماتيزي اي بالنسبه لنا احنا المصاب هذا تو حاليا حاليا تو بالنسبه لنا احنا هذا اكزومبلير على مصاب داخل سياره عنده الام فقرات عنقيه حاليا تو ركبنا له لاتين سيرفيكال كولي سيرفيكال وتو ركبنا في لاسيتي اللي هي لاتين سيرفيكو توراسيك باش نحافظ على المحور نتاع العمود الفقري كذلك الفقرات العنقيه حاليا تو ثبتناه باش ما يتحركش هذه عباره على وساده هذه وساده باش تحطوها باش نكلمو بها راسه باش ما عادش يتحرك مع لاسيتي دونك فوالا هكا نثبتوها له ورا راسه من تالي باش ما عادش يتحرك بين الفراغ باش ما يبقاش راسه يبقى جو بين لاسيتي وبين 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 راسه جيبوا لي سانتور بتجيب جنبي انت من هنا عامل ماتيانتيت فوالا صحيت هكاك تفضل 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 شي تفضل شد من هنا ومن هنا صحيت تبو هكاك باهي هايله برشا انت ناحيديك من غادي تو حاليا هذايا فوالا تري بيان هذه نثبتوها على مستوى الذقن وهذه على مستوى الجبين يلا اجلس لك ثبتها بالجديد باش تتحلش ها تخافش ريدي هاي فوالا تو بالنسبة للمصاب نتاعنا في كامل الجاهزية تو بالطبيعة اي نعم وين باش بدهم لي سانتور الاخرين وانا لي سانتور هما نزيدو نثبتوه نثبتو لاسيتي في الباسان زاد تجبد الاخرى تجبد السانتور الاخرى تفرق شويه صحيت لقيتها ولا باش تجي مكبوس عليه نحاولوا المصاب نثبتوه
يمشي. وصل؟ لا لا ما وصلتش لحظة برك. لازم تدخل بكلها باش نبداو متهنين عليه. طبعا المصاب نتاعنا تم تثبيته كليا. مازال كان باش نعملوا له ديجاجمون من الفيكول. فوالا توا نجمو نسيبو كل شيء. نجمو نسيبو كل شيء توا. الاولاد نجيبو البلوندور السطح صلب باش نعملوا له ديجاجمون من الفيكول. فوالا نحطو هنا. تري بيان. الاولاد فما طريقه نخرجوا بها. نهبطوا البلوندور شويه على النيفو نتاع الكرسي. على النيفو نتاع الكرسي فوالا طريقه التخريج نتاعو توا. طريقه التخريج نتاعو تركز معايا شويه. تقعد انت من غادي باهي. ناخذ كتفي هذا اللي صار نحطه على ظهري باهي. ونخدم الخدمه اكروبي. ما نخدمش خدمه وهنا هكا باش نعمل. نخدم خدمه اكروبي. ندخل يدي نتاعي من هنا هكا. ناخذ كتفي اللي صار هذا نحطه على ظهره. ويدي هذايا نحطها لهنا على مستوى بطنه. طب وندور شوي هكا. صاحبي غادي كهوت اللي مقابلني هو سلك لي ساخيه. فوالا تري بيان. تري بيان صاحي. صاحي فوالا فوالا. تدز بسكيك فوالا. شد على لينيو مومس. نبداو نتاع الراس ساعة نتاع السفير تشدوا لينيو مومس هذاك من الوقت اللي فوقاني غير ملك فعلك. بعد كانوا يقولوا باراليل وباراليل تخدموا ا دو هذاك من فوقاني يقعد ثاني. من بعد مقابلين بعض تا 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 مع بعض هذه سي بون تاع السفير وباراليل. شوف ديما خدمه ا دو يا جماعه. هو ما غادي من هنا. جاتو في المصاب ديالنا ومن الوقت ما نحسبش حتى شيء.
نهزوا توا اكات نهزوا مع بعضنا ما نحاولوش نعملوا بالونس موك البرونكا باش نحطوه في الوضع فوق. بالنسبه للراس يجي راس المخاطر يجي لهنا، بالنسبه للسفيه يجي من فوق الوضع باش نديروا به خاطر وها وضع في الناس كلها. انتبه للرفع واحد، انتبه للرفع واحد اثنين ثلاثه ارفع ندوروا توا اليوم باش نبداو الحصه نتاعنا كيما البارح نتاع التدليك الخارجي للقلب والتنفس الاصطناعي. اصحابنا باش يخدموا وانتم باش تركزوا معاهم. شنو باش تعمل انت توا؟ اي ب وانت ب نطبقوا توا واصحابكم يتفرجوا فيه. نواصلوا الحركات هذوما خمسة مرات إلى حين نعود المعاينة متاعنا. في صورة معناها المصاب رجع للتنفس نعطيه نحطه على النوع على وضع الضمان الجانبي. واضح؟ باهي كملنا توا احنا الخمسة مرات. شنو قلنا؟ نشوفوا المعاينة للمصاب، نعاينوا المصاب. باش نعملوا المعاينة للمصاب باش نشوفوا إذا كان رجع النبض نتاعو، نشوفوا إن التنفس رجع ولا لا. كان رجع التنفس نحطوه وضع الضمان الجانبي. في صورة ما رجعش النبض ولا التنفس شنو باش نعملوا له؟ باش نعاودوا نخدموا السانك سيكل نتاعنا. واضح؟ باه تعمل المعاينه نتاعك. المعاينه باش يشوف النبض وباش يعاين التنفس. واضح؟ كما شفنا الانسداد المجاري التنفسي بالنسبه للعبد اجيلت، تو باش نشوفوا الانسداد التنفسي المجاري التنفسيه بالنسبه للبيبي. نعرفوا ان البيبي معرض برشا للاختناق في الكريش نتاعنا، معناتها شفنا برشا حالات وقعت في تونس ما صارش الاسعاف نتاعها. بالنسبه لنا نحن ذي حاجه اهميه عندنا وعندها قيمه كبيره، حياه العبد سيرتو كي يبدا سيرتو بيبي. باهي بالنسبه للبيبي من العلامات اللي تكون عند الاختناق بالنسبه لي هو عدم القدره على الكلام، عدم القدره على البكاء، على ذلك يلزم الاسعافات نتاعنا باش تكون في اسرع وقت. بالنسبه لنا نحن نعرفوا ان الكاج اللي الراس نتاعو معناتها يكون اكبر من الجسم نتاعو، على ذلك باش يكون التعامل مع البيبي نتاعنا باش يكون بحذر. بالنسبه لنا نحن باش نحاولوا نعاونوا بزوز صوابع باش نحاولوا نفتح الفم نتاعو باش اونكا او فما خروج نتاع الاوبستاكل نتاعنا والا الجسم الغريب اللي يكون محصور الداخل باش نعاونوه في الخروج. باهي لهنا ثبتنا بزوز صوابعنا.
فتح الفم باش نحاولوا نقلبوه في الفاس اللي يكون بالنسبه للساقين. باش نحاولوا نمدوا الساقينا، نمدوا البيبي نتاعنا على الساق، وباش نستعملوا يدينا باش نحاولوا نقوموا بالضربين ما بين اونتر لي دوزوم بلات نتاع البيبي، باش يكون الضرب دو اوفر لو با. الضربه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. في الحاله هذه اذا ما خرجش لوبستاكل نتاعنا باش نحاولوا نقلبوا البيبي نتاعنا قبل هذاك، باش يكون تثبيت لعمليه الراس نتاعو عباره عملنا له فلونجي. نحضروا الساق نتاعنا الثانيه نطلقوها ونقلبوا البيبي نتاعنا على الساق الثاني، باش يكون وجهه الفاس نتاعو مقابلنا. باش نستعمل زوج صوابع نتاعنا بيربونديكولارمون، ناخذ زوج صوابع بيربونديكولارمون في الوسط نتاع الكاج توراسيك نتاعو. الضغط نتاعنا باش يكون انتير الكاج توراسيك، نحاولوش الضغط نتاعنا اكثر، نعطي العمق اكثر، باش يكون انتير. ونبداو في الضغط نتاعنا، لهنا الضغط نتاعنا مع الضغط نتاعنا سمعنا اللي فما هواء خارج، هذاك هو اللي باش يحاول يدز لوبستاكل القدام. واضحين؟ باهي، في عاد اما خروج لهنا لوبستاكل نقوموا نعاودوا العمليه 5 كلاك 5 ميثود نتاعي ليش حتى يخرج لوبستاكل. في حال فقدان الوعي ناخذوا البيبي نتاعنا ونحاولوا نحطوه بالطبيعه ونخدموا معاه معناتها المساج كاردياك اللي شفناه في الدرس اللي فات الخاص بالنسبه للبيبي. واضحه العمليه ولا؟ يعطيكم الصحه. كما شفتوا معنا اليوم البرنامج التدريب اليومي للعوان، هذا التدريب يومي معناتها يصير في جميع الوحدات والفرق التابعه للدرجه الجويه حمايه مدنيه بتونس. التدريب اليومي هذا كما شفتوا معنا مختلف الاختصاصات، من اسعاف، من انقاذ، من اطفاء، من اجلاء مصابين. كيف كيف مع التدريب اليومي هذا مجعول محاكاة للحوادث اليومية باش يكونوا الأعوان نتاعنا على أهبة الاستعداد والجاهزية. معاه عندنا التكوين المستمر للأعوان نظرا لتطور المخاطر والأخطار خاصة التكنولوجية والبيولوجية الطبيعية تحت إشراف مكونين مختصين في جميع المجالات. كيما نكونوا الأعوان النجدة والإنقاذ والإطارات، نكونوا زد أعوان الإدارة باش يكونوا على نفس النجاعة والكفاءة تحت إشراف مدربين مختصين متحصلين على شهيد وطنية وشهيد عالمية في نطاق التعاون الدولي، وتحت الإشراف العام والإشراف اليومي للسيد المدير الجهوي والحماية المدنية بتونس سيد العميد منير ريابي للتقييم وللتشجيع للأعوان نتاعنا. عبد الله قيادة مع راضي حفايظ. بالنسبة للزودياك الثانية اللي هي الريبيشاج دي فيكتيم، فاروق الهم، فاروق، زيد، سامي، سولو، وزيت انت اللي شيف دي بلونجي، بشير الزودياك، انت تسوق الزودياك. بالنسبة للسوفيتاج اكواتيك ريشيرش الانتور، ماسك بالم تيوبا، عصام بوجمع، القيادة عندك انت، فيصل حمودي، بشير القيادة. لا بشير انت تسوق الزودياك في المرحلة الثانية، انت باش تهبط مع فيصل في السوفيتاج اكواتيك، مفهوم؟ باهي. احنا موجودين توا مع الحمايه المدنيه، باش نكون موجودين في البحر اكيد في حق الواد في عمليه بيضاء.
وكما قاعدين نشوفوا توا سيارة إسعاف أكيد كما نشوفوا غاديكا في البر موجودة بالسيرين نتاعها. إي أبارامون فما شكون هز يدو هاكا غادي يدو هاكا. توا رينا الضحية وماشيين في اتجاه الضحية. البحر يطلب في النجدة رفع يده قاعدين يشيروا إليه. سيارة الإسعاف أكيد مركزت راهي هاو كيما قاعدين نشوفوا توا. توا بدينا نقربوا لل شفنا توا كيفاش تمت العملية. نتعبوا مع بعضنا غادي نشوفوا توا كيفاش يتم سحب الضحية مع اوكي تم توا سحب الضحية. تم إنقاذه وهنا يطلع وبعد ما طلع معنا دور إنقاذ شوفوا لنا تصير الإحاطة الأولية من عوين الحماية بعد عملية الإنقاذ. أكيد كما قاعدين تشوفوا تا وصلوا بالضحية. هي سيارة إسعاف أكيد تستنى فيه. موجودة سيارة إسعاف حاضرة. هنا وصلت. توا باش يتم إسعافه كما قاعدين تشوفوا. كي توا يتم تغليف الضحية كما قاعدين نشوفوا لأنه حرارة الجسم نتاعو في انخفاض واضح. هذه العملية الأولى بعد ما تم تغليف الضحية المحافظة على حرارة الجسم باش يتم تو تثبيته بالأحزمة كما قاعدين نشوفو توا.
في اكسجين. وتوا طلعوا لي السيارة. تبدا الاسعافات تعامل معها. الاكسجين ما توا تم. كما قاعدين نشوفوا توا توصية أخيرة. هنا الغاوص يلبس في ال تجهيزات خاصة بالغوص، بما أنه الضحية الأول تم إنقاذه، ولكن للأسف توا ضحية ثانية. هو العملية الثانية نتاع الإنقاذ، ولكن المرة هذه باش تكون يعني فما جثة هي تحت الماء، باش يتم استعمال فيها ممكن وسائل الغوص، قوارير الأكسجين وبالأزياء الخاصة بالغوص. للأسف يعني الحالة الثانية باش تكون يعني جثة موجودة، ولكن كما تم إنقاذ الشخص الأول يعني تم التأكد إنه الشخص الثاني الآن موجود، باش يحاولوا يتم البحث عن الضحية بعد تحديد مكانه أكيد. يشوفوا توا المكان الغرق المركب، قاعدين يشوفوا في المكان ويحدوا مكان الغرق متاع المركب، وباش يتوجهوا توا للمكان اللي هي النقطة اللي باش يتم فيها العملية الإنقاذ. بطبيعة تجهيز كما قاعدين نشوفوا يعني المختصين في الغوص الحماية المدنية موجودين كما قاعدين نشوفوا توا. توا تم عملية البحث على مكان غرق المركب بالضبط. نريد نلوجوا على الغاز اللي حاطين عليها على الفلوكة. تبتوا معايا نقاوة باش نعمل عليه بروش. أكيد هما تم تثبيت علامة هي اللي تحدد مكان غرق المركب. وأكيد بعد ما تم تجهيز كل الغواصين كما قاعدين نشوفوا بالتجهيزات. يتم الآن محاولة تحديد العلامة باش يوصلوا توا للعلامة اللي تم وضعها.
اللي خارج ليه؟ قال لك الفلوكه في القدس عاد فما سنيه الاحمر تبع الفلوكه عاد فلوس بعد فما امكانيه كبيره السيد غرق قاعد بيح الغادي مع الشبيك وهذيك السنيه نتاعنا نحاولوا نثبتوا نلقاو عليه هو نعمل بروجيكت كما كنا نسمع توجيهات اخيره حسب اقوال البحار اللي تم انقاذه انه المرافق نتاعو ينجم يكون عالق في الشباك في نفس المكان اللي غرق فيه المركب هذاك علاش تو باش يرجعوا للمكان اللي تم تحديده والعلامه اللي تم وضعها باش يحاولوا تو الغوص في المكان اللي تم تحديده محاولة اخراج الجثه المحتمله تكون موجوده في مكان غرق المركب احنا تو في الاتجاه اكيد للمكان العلامه اللي تم تحديدها نشوفوا انا مش شكون من الاولاد يعرفوا كوني صوصا وقاه البوي هاي ادروت هاي هاي ديجا فما شكون موجود على عين المكان كما قاعدين نشوفوا غادي موجود حدد ال كما قاعدين نشوفوا الغواص الثاني هبطوا للماء وذيك العلامة اللي موجودة أكيد برشا ريح ولكن نشوفوا العلامة هذيك هي اللي تحدد المكان وفما زادة الفقاعات تاع الماء تاع ممكن تنفس تحت الماء يحدد تقريبا المكان توا طلعوا الفيكتيم كما قاعدين نشوفوا موجود معاهم وعندهم تكنيك تحت الماء يتم يعني كي تبدا ما فماش رؤيه تقريبا توا شفنا مع بعضنا موجود الفيكتيم تم اخراجه تحديد المكان ديالو اخراجه كما قاعدين نشوفوا توا رغم صعوبه يعني الرؤية تحت الماء بسبب الطقس تم إخراج الجثة موجودة توا الجثة مع رجال الحماية المدنية كما شوفوا تم سحب الجثة للمركب موجودة توا الجثة في المركب تقريبا تمت العملية بنجاح أكيد فما تكنيك خاص بالرجال الحماية المدنية تم التدريب عليه مسبقا وطريقة التعامل مع الجثة، طريقة تحديد المكان، طريقة التحرك حتى التنسيق تحت الماء فما حركات
يتم تم توا تغليف الجثة وتحط في الكيس الخاص بها تعرف حرمة الميت. العملية تتمثل جانا نداء من مواطنة تقولي رات مركب في زوز بحارة، واحد حي يطلب في النجدة وواحد غرق. قامت القاعة العمليات بإعلامنا، توجهنا على عين مكان. بعد المعاينة الموطنية قمنا بتقسيم فريق الغوص، قسم للإنقاذ وقسم للانتشال. قام الفريق الأول اللي هو الإنقاذ بالمعاينة وإنقاذ الغريق اللي هو مازال في بعد المعاينة متاعه كان في حالة يعني يطلب التدخل سيارة إسعاف. لذا واجهنا نداء لسيارة إسعاف اللي جات وقامت بأخذه لأقرب مستشفى مرجع نظر. الفريق الثاني بعد ما دخل بالزورق الثاني قام يعني بعملية الغوص في 10 متر وعمق 10 متر، وقام بنتي بعد التفتيش قام بإخراج الجثة وإخراجها على اليابسة وتسليمها للسلطات الحرس البحري اللي كان على عين المكان. هذه العمليات البيضاء لمحاكاة جاهزية الغطاس للتدخل وإدامة المعدات اللي عنا من الزوارق ومعدات إنقاذ ومعدات الغوص. أكيد كما كنا نشوفه توا بالحق عمل كبير وجبار، يعطيكم الصحة. أكيد شفنا توا الروبورتاج هذا المطول، بالحق تعلمنا برشا حاجات وبهي برشا أنه يبدأ يعيشوا ما بيناتنا ناس بالكفاءة هذه ومتدربين، حتى كما قلت انت يبدا قريب المواطن في كل حومة. عنا ان شاء الله يكون عنا منطوع ولا عون حماية مدنية باش كي تصير حادث يكون هو من اول الناس ممكن يعمل تدخل الاول لتجنب اكثر خسائر او اضرار، خاطر ساعات تدخل الغلط راه يضر اكثر من اللي ينفع. هو الحقيقة انا حكيت معك في الحصة اللي فاتت انه الخمس دقائق الاولى في التدخل لهم اهمية قصوى، وهذايا راهو كما قلت لك الدول المتقدمة عالجته بالتطوع. كما كنت تحكي سيادتك أنه عندما عندك في حومة أو في حي سكني عندك متطوعين أو عون حماية مدنية بالطبيعة سيتدخل، والتدخل ذاك سيتكون له النجاعة المطلوبة، لأن الخمس دقائق ذاك هم معناها سيحدوا معناها يقل حد من المخاطر، والمخاطر تنجم تكون على البشر كما تكون على الممتلكات، وهنا يمكن تكون خسائر، والخسائر ذي الحد من الخسائر ذي اللي هي تكلف باهظا سواء في الأرواح سواء في الممتلكات. وهذه الحقيقة اللي احنا سعينا من خلال دورة التطوع واللي الحقيقة خذينا فيها أشواط، لكن مزلنا إن شاء الله نوصلوا في سنة 2022 و2023 إلى تكوين الحد الأقصى من المتطوعين، وهذا يراه يكون منفع حتى على شخصه حتى على عائلته حتى على حومته معناها حتى على الحي اللي يسكن فيه. هذا الكل يعطي وبالطبيعة راه هذا الكل كما حكينا سابقا له الدور الفعال من الحد من المخاطر. إن شاء الله معناها هذا قاعدين نخدم عليه باش نحسنه ما أكثر. أكيد شفنا حاجة ممكن عملية متاع ديبار طريفة شوية، أنه العبيد ممكن كنت تظن يشوفوا كان فيديوهات في الأوروب تدخل لإنقاذ حيوان عالق أو يعني مثلا شفنا قطة ويحلى نذكروا الفيديو الشهيرة بتاع فتفاتة كنا مليون سخيبوا، لكن رينا أنه بالحق بيأخذوها بالجدية التامة، تخرج معدات لعملية إنقاذ الحيوان يكون أحيانا في مجرى متاع مياه أو في شجرة عالق أو في إحدى العمارات ولا في مبنى، وهذا فيها نبل يعني فيها النوبليس كما نقولوا نحن. شوف الحماية المدنية هي التسمية متاعها أنه لابد من حماية الأرواح وممتلكات الأرواح بما فيها الحيوانات تعتبر وهذا معناها رو دورنا، هذا كذلك يدخل في مهامنا في إنقاذ معناها الحيوانات أو الكائنات الحية، ممكن تكون العبارة أحسن ما نقولوش حيوانات نقول الكائنات الحية، لأنه عندما تنقذ قطة أو معناها حيوان يكون عالق أو في حفرة وهذا يدخل.
ساعات التدخل هذا يتطلب تجهيزات كبيرة، يتطلب مثلا سلم ميكانيكي وهو معناه تجهيزات كبيرة برشا وبهض ثمن، تتطلب مثلا شاحنة انقاض معاه، وتتطلب مثلا 10 عوين لإنقاذ القطة هذه. هذاك كل احنا راه نقوموا بواجبنا، معناها كما نقولوا فيها يدخل في مهامنا ومشمولاتنا، وهذاك راه يدخل حتى من باب الإنسانية ومن باب معناها أنه نحن لابد من حماية كل الكائنات الحية اللي هي موجودة على وجه الأرض اللي تتطلب التدخل. نوع آخر وشكل آخر من أشكال التدريب أو تطوير الكفاءة وهي العمليات البيضاء، وما أدراك ما العمليات البيضاء. كنا خرجنا في عملية بيضاء لمحاكاة حريق واقعي في إحدى المؤسسات. حقيقة شفنا يعني أول حاجة أنا عشت موقف صعب جدا، شفت صعوبة الموقف، النار سخونة، رينا دخان هنا كذا، ولكن كفاءة واللياقة اللي موجودة عند الأعوان سيطروا على الحريق بسرعة وتم إجلاء الضحايا. أعطينا صورة أكثر شمولية على العمليات هذه اللي مختلفة. أكيد هو العملية البيضاء هي الناتج بتاع التدريب اليومي. احنا عندنا تدريب يومي لخصوه في العملية البيضاء للوقوف على مدى جاهزية أعواننا، والجهازية والحرفية لازم تكون ديما مستعدة، ديما موجودة، ما نجمش نهار موجودة ونهار مش موجودة. دونك هنا يتطلب منا العمل المستمر والعمل معناها التدريب اليومي والتدريب معناها اللي هو يكون مكثف خاصة في أوقات الذروة. نمشي ونشوفوا أكيد العملية البيضاء اللي تمت لمحاكاة حريق حقيقي ونرجع.
في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الديوان الوطني وبعض المؤسسات الهامة نقوم بتأمين المؤسسات هذه بأحداث مراكز متقدمة داخل المؤسسات هذه، نقوم بعمليات بيضاء قصد مزيد التنسيق مع عوامل السلامة نتاع المؤسسات هذه. بطبيعة الحال بعد ما نقوموا لهم بدورات تكوينية لمزيد إضفاء نجاعة لازمة فهمتني وقت تبدأ ثم تدخلات، زيادة على ذلك نقوموا بحصص تحسيسية ونقوموا بعمليات بيضاء معناها بصفة دورية قصد معناها مزيد إضفاء نجاعة لازمة على تدخلات عوامل الحماية المدنية المركزين في المراكز المتقدمة وأعوان السلامة الخاصين بالمؤسسة اللي قاعدين نقوموا بالتكوين المستمر نتاعهم بطلب من المؤسسات. بطبيعة الحال أكيد العملية بيضاء متاع اليوم هي على تدريب على التعامل مع النار حريق وإجلاء ممكن الموظفين وتعامل مع المصاب هذوما هذوما حكينا عليهم. بالنسبة احنا مراعاة على الخصوصيات متاع المؤسسات هذية اللي هي نسميها نحن مؤسسات مرتبة مؤسسات خطرة، احنا توا العملية هذية تتمثل في عملية متاع إطفاء وعملية متاع إجلاء وعملية متاع إسعاف مصابين وإجلائهم وباش نقفوا على الجاهزية متاع فريق التدخل متاعنا ومتاع فريق التدخل الأولي متاع المؤسسة. نجيو توا للجزء الأخير سيد المدير اللي حكينا فيه احنا اللي الوقاية خير من العلاج. رينا تدريبات رينا الكفاءة في العمليات الفعلية ولكن الوقاية ديما هي أحسن سلاح. نستناو شنو نصير الكارثة وهذا فيه بارشة ما يتحكي. الوقاية خير من العلاج هذا معناها مقولة مشهورة. هو احنا كحماية مدنية نخدموا على التوقع والوقاية. الوقاية ما معناها؟ معناها هو ازداء كل التوصيات اللازمة الى كل المؤسسات بكل انواعها وبمختلف اصنافها من ازداء توصيات وقائية للحد من المخاطر التي تهددها. تعرف احنا المؤسسات ثم من المؤسسات الصغرى الى المؤسسات الكبرى كل له حد ادنى من المخاطر. المخاطر هذيك احنا نحبوا الحقيقة معناها من خلال عملنا من خلال مهام ومشروعات الحماية المدنية هو التقليص من المخاطر، وهو الزيارة المراقبة وهي في إنجاز المشاريع في إنجاز البنيات وهذا من منذ معناها اللحظة الأولى في دراسة المشاريع يكون عبر معناها ملفات سلامة ورسوم هندسية تقدم إلى الحماية المدنية تدرسها الحماية المدنية لإعطاء التراخيص اللازمة. الرسوم الهندسية ذي وملفات السلامة يقع درسها من طرف الحماية المدنية وإزداء التوصيات الوقائية اللازمة. إذا ملف السلامة يكون كامل ومعناها ومطابق للتراخيص والإجراءات السلامة المعمول بها فهو يمنح إلى صاحب المشروع الترخيص ومعناها يمر إلى مرحلة الإنجاز. ثم بعد إنهاء مرحلة الإنجاز يقع مراقبة مدى تنفيذ توصيات السلامة المدونة بملفات السلامة المقدمة في الغرض، هل تم إنجازها من عدمه؟ ثم يتحصل في الآخر على شهادة وقاية للسماح للمؤسسة باستغلال المؤسسة ذيك. وكذلك هناك برنامج اللي هو متوازي وهو معناها عديد المؤسسات في طلب شهادة نجدة وإنقاذ عفوا طلب شهادة وقائية. الشهادة الوقائية ذي باش تسمح له باش يفتح مؤسسة جديدة أو أنه الشهادة ذيك مدة الصلوحية متاحة سنتين لابد من تجديده. كيفاش تجديده؟ هو عبر معناها زيارات أخرى إلى المحل هذاك والمحل هذاك يقع مراقبة أجهزة السلام هل هي مازالت صالحة من عدمه، هل أنه التوصيات التي أعطيناها قبل مازالت هي بيدة أو هناك تغييرات في البناية أو هناك نقص في التجهيزات. هذا كله يقع مراقبته تقريبا شهريا عبر فرق معناها متاعنا اللي هم الحقيقة لهم الدور فعال في العمل الوقائي اللي سواء اللي يكون للمؤسسات المفتوحة أو للعموم أو المؤسسات الصناعية اللي معناها الحقيقة الموضوع ذي نعطوه أهمية قصوى لأنه كما قلنا أراو الوقاية خير من العلاج. أكيد كاميرا حماية الوطن مشيت في زيارة ميدانية لأحد المؤسسات باش نشوفوا اللي كنا نحكيوا فيه توا لمراقبة أو ليشوفوا تطبيق الوسائل الوقاية. نشوفوا الفقرة هذه ونرجعوا توا في صحيح.
به توا احنا موجودين في مؤسسة مفتوحة للعموم. هذه المؤسسة معناها تحصلت على الموافقة من طرف الحماية المدنية، وبعد ما صاحب المشروع قام بإنجاز المشروع فنقوموا توا باش نعملوا في زيارة ميدانية ونثبتوا في مدى تطابق الأمثلة الهندسية اللي تمت المصادقة عليها فهمني على ما هو موجود في معناها على أرض الواقع. دونك كما ترى معناها المؤسسة هذه مجهزة بوسائل الإطفاء المتمثلة في حنفيات الماء المسلحة، كما معناها باش نشاهدوا توا في بقايا معناها في بقايا معناها الوسائل السلامة، الوسائل معناها القوارير الإطفاء، ليكليراج دو سيكوريتي، هذوما الكلهم معناها باش نثبتوا فيهم ونشوفوا مدى تطابق الأمثلة اللي تمت المصادقة عليهم على ما هو موجود. من بين الحاجات اللي يلزمنا نثبتوا فيها يلزمنا نثبتوا فك المحلات التقنية، المحلات اللي تنجم تكون هي سبب في اندلاع حريق لا قدر الله. دونك احنا اخترنا لوكال تكنيك، لوكال جروب الكتروجين نجموا نعنا نتفقدوا فيه. اول حاجة يلزم يكون اللوكال هذا يكون فيه امبورت، معناه امبورت بارفلا اونور فهمتي ولا ايكيبي بار فير امبورت، معناه يرجع وقت اللي يتحل ونلقاو اون ساس كما تفضل الساس. دونك هنا تو مثلا تو باللوكال هذايا سامحني بعد شويه ديكستانكتور اون برانسيب مش بقعته هذايا اون برانسيب لازم يتحط ويتعلق هنا يكون ظاهر ويتحط ويتعلق. ندخلوا نتفقدوا اللوكال ندخلوا بون بالنسبه للوكال كما ترى لهنا فما ادباش زايده اون برانسيب يلزمها تتنحى، يلزم يكون اللوكال نظيف باش الله لا يقدر معناها باش ما يكونش معناها يكون هذا سبب من اسباب معناها باش تصير انسوندي لا قدر الله. كيف كانت تجي تنجم تصور زاد هنا نلقاو معناها ذوما الادباش نتاع الدهينه زاد سي انتردي باش انها تتحط لهنا في اللوكال هذا وتنجم تكون هي السبب نتاع اندلاع حريق لا قدر الله. كيف لايراسيون اللي تراها لايراسيون اللي هنا من اللوطه اون برانسيب تكون ديجاجي باش يكون اللوكال بيان ايري يكون ديجاجي يبعدوا عليها كتبش باش ينجم يكون ثم تهويه كافيه للوكال هذا. دونك كي العاده في اللوكو نطلبوا سيستيم ديتكسيون كيما ترى فيه انت الفوق ديتكسيون فما السيستيم ديتكسيون فما لي ديتكتور ترموفيلوسيمتريك نتاع الحراره اللي يكونوا كلهم روليي للسنترال معناها السيستيم تاع الديتكسيون تاع المؤسسه كامل موجود معناها في السنترال هذا معناها اي حاجه ولا اي معناها فيمي ولا اي حاجه معناها تقع معناها في المؤسسه دونك اوتوماتيكمون يتكلانشها في السنترال هذا ومن هنا تبدا العمليه. هنا جماعه ليكيب سيكوريتي باش تخرج على عين المكان باش تعطيها الزون تقول له انت مثلا في البرومير ايتاج ولا في الدوزيام ايتاج ولا في السوسول معناها ال دروا ولا ال غوش راهو فما ولا في اللوكال الفلاني راهو فما دو بي دانسوندي اوتوماتيكمون ليكيب سيكوريتي تتحرك من هنا وتمشي على عين المكان على المكان اللي سي ديجا معناها سيناليتو السنترال. واذا كان معناها فما دو بي دانسوندي هذا يتم التدخل بالوسائل السلامه اللي موجوده اللي ريناها في اللوكو تكنيك اللي موجودين. بالنسبه للسنترال هنا نلقاو فما برشا دي ديتكتور معناها سي ديجا متكلانشين معناها فما دي رونجمونات نتاع دي سون. صاحب المؤسسه مطالب باش يرجع معناها يصلح هاك الاخلالات اللي موجوده في السيستيم ديتكسيون اللي سي ديجا سينيالي باش تكون المؤسسه معناها امنه وتكون سيكوريزي معناها امورها مليكه. محلية القاعده معك سيد مدير. في الختام نخلي لك الكلمه ليك انت باش ننهي شنو تحب توصل رسائل للمواطنين وش فماش حاجه جديده باش تعلمها. هو احنا اخر جمله قلنا راهو الوقايه خير من العلاج. هذا يجرني الى الحديث انه السلامه هي مسؤوليه الجميع. ما معناه؟ معناها راهو عندما يكون المواطن عنده
حد أدنى من الوعي في السلامة أراه ذلك يقلص من المخاطر. عندما تكون المؤسسات عندها حد أدنى من المخاطر هذاك راه له معناها الكسب في الأرواح البشرية والممتلكات أو معناها المساهمة كما قلت في الدورة التنموية أو الاقتصاد التونسي، هذا كل روح. لذا لابد كل في اختصاصه كل في مشمولاته التقيد بإجراءات السلامة، الابتعاد على كل ما هو مخاطر. رأوا الحماية المدنية على ذمة أي إنسان في أي نقطة من معناها من تراب الجمهورية وخاصة بتونس العاصمة. رأوا احنا ما عدناش مزية باش نقدموا العمل متاعنا كما حكيت انت سوى لكل الكائنات الحيوانات الأليفة او الإنسان او ما الممتلكات لإنقاذ، هذا يدخل في مهامنا ومشمولاتنا. لكن زاد احنا نجم نقلص بالمخاطر بالتطوع اللي هو دور هام برشا وأصبح أساسي، وكذلك بوعي المواطن. ولا بد أنه احنا زاد من الجانب بتاعنا تكون لنا الكفاءة والجدارة والنجاعة والسرعة بشكاكة نحدوا من المخاطر، لأنه هذا احنا زاد المواطن هو والدولة في معناها معاملة علينا في الشأن هذا. واحنا أراه لا نقتصر جهدا في تقديم النجدة والإسعاف في أحسن الظروف، وهذا يراه عملنا اليومي عملنا المطالبين منه. احنا الدولة كلفتنا بالمهام هذه، لابد أن يقع إنجاز المهام هذه في أحسن الظروف. احنا إن شاء الله نكونوا عند الثقة ذيك، واحنا إن شاء الله نوعدوكم أنه من يوم إلى آخر يقع تحسين المردودية، وكما حكيت إن شاء الله معناها زادا نحسنوا من التوزيع الجغرافي متاعنا والتجهيزات متاعنا. نشكرك. نحب في الختام نحيي كل حماة الوطن بما فيهم المواطن اللي هو شريك في حماية الوطن بالوعي متاعه بتقديمه ليد المساعدة، مثلا كي يصير حادث بربي ابعدوا من الطريق، ما تسكروش الكياس، مش لازم تقعد تتفرج، حاول اتصل عندك 198 بالنسبة للحماية المدنية وعندك أرقام أخرى كمان 197 لفرقة النجدة، استعمل يعني الهاتف في حاجة فيها خير، ما تقعدش تصور بالتليفون وتوقف كرهبتك وتعطل الحماية المدنية. احنا ديجا الطرقات متاعنا صغيرة وما عناش دي باساج خاصين بالحماية أو بالإسعاف، يعني جربنا نحن صورنا معهم ولقينا صعوبة في عدة الأوقات، لأن المواطن ساعات يرى في الكرباورة والسيغين وفما إنسان في خطر، وللأسف يتحسوا كانوا يحب يعطلك، ونعرف مش هذا المقصد. ولكن نحب نخليكم توا مع عملية فيها إنقاذ ممكن للممتلكات. هي صارت عملية سرقة من شاب ولا طفل نجم نقوله هرب سيارة ورميها في الكنال، تشوفوا العملية بالتفاصيل نخليكم ننهيوا بها حلقتنا. أكيد نحب نقولكم ما زالت برامجنا متواصلة على قناة الجنوبية. نخليكم مشاهدة طيبة وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حماة الوطن. احنا قاعدين تو في الكنال كما قاعدين تشوفوا موجودين في منطقة بيرين، فما السيارة هذه اللي مبلغ عنها انها مسروقة، طفل صغير 19 سنة هرب بالكهرباء متاع واحد هبط يقضي ورميها في الكنال، تو الحماية المدنية كما قاعدين نشوفوا يخرجوا فيها، ويلا ربي يهدي ان شاء الله وكرهبت العبيدة كيكا وكا. نعرفوا العملية معقدة برشا، يعني المكان اللي فيه الكنال مكان كتير برشا، كما قاعدين نشوفوا توا السيارة تم إخراجها، وحتى التعامل معها رغم أنها كانت يعني ملقاة في الكنال حاول تم إنزالها بطريقة بتحافظ فيها على ممتلكات العبيد بطريقة سليمة.